وفي الاثر ان شيطان يقول اهلكت بني ادم يعني بالخطايا والذنوب، واهلكوني بلا اله الا الله والاستغفار. فالاستغفار سبب للمغفره، ولهذا امر الله تعالى به في ايات كثيره من القران، ساق المؤلف منها جمله صالحه، منها قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يعلم بانه لا معبود حق الا الله، وامره ان يستغفر، قال استغفر لذنبك. هذا وهو النبي عليه الصلاه والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، امر ان يستغفر لذنبه. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه، فأنت على خير تبيت.